اليوم عندي العصير بصير مرة فرش. أنا برتقال مع ليمون، فأكيد 100% بتشوف شيء مرة فرش. بشيلها اللي كذا، أهم شيء ما يكون فيها اللب. عندي هنا ليمون أبو زهيرة، شايفين؟ طبعا بقطع كذا، ومرة صار بسم الله، نحطها على طول مع البرتقال فوقهم، سكر بودرة يعني تقريبا كذا يكفي، وابدأ احط بعد ما من النعناع وابدأ اهرسها. احس انها اسهل بعد. ليمون وزهيرة أحس في النهاية لو أسوي كذا أسرع. طبعا ما أحتاج كمية كبيرة لأن أنتم عارفين طعمه. بس كذا جاهز، ما أحتاج اللب اللي فيه. موية غازية كذا، الليمون